السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جاسم حسن فن الديكور. إن شاء الله النهاردة نتعلم مع بعض إزاي ننفذ ديكور بسيط سهل جدا ممكن أي حد ينفذه. طبعا الحمد لله أنا بشكر الناس اللي سألت عليا وبعتت لي رسائل على الواتساب، الحمد لله يعني تمام. إن شاء الله النهاردة أول يوم شغل، بس مش هنشتغل كتير عشان خاطر التراب، فأنا يدوبك أراعي الولد ونشتغل حاجات خفيفة إيه عشان التراب. طبعا يا ريت لو انت اول مرة تشوف قناتنا ما تنساش تعملنا اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وما تبخلش علينا لايك للفيديو لو عجبك الشغل. وعلشان تستفاد من الفيديو تابع الفيديو للنهاية، لان احنا هنقول كل حاجة بالتفاصيل، في حاجات ممكن يعني ممكن ما تكونش هتعرفها، فانت عشان تستفاد من الفيديو تابع الفيديو للنهاية وان شاء الله هتستفاد وتقدر تنفذ اي شغل بسيط. طبعا ده حاجة بسيطة يعني ممكن اي حد يعملها، بس احنا بنمشي تدريجا عشان لو في ديكور بعد كده تعرف تنفذه. طبعا يا شباب جهزنا السقالة اللي ان شاء الله اللي هنوقف عليها، وده المكان اللي احنا هنشتغل عليه طبعا، وهننجي الديكور اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا دي الرسمة بعد ما اخترناها، بس هنختلف في حالات معينة، احنا يا دوبك هنعمل بس بيت النور بس والاربع مربعات بس، ما نعملش شغل مستويين فوق بعض. يعني هنعمل بيت النور حوالين داير والاربع مربعات بس او مستطيلات بس. فطبعا زي ما احنا متعودين كل ما نخش اي غرفه فاحنا بنبدأ ايه بنسنتر الجنب الغرفه طول وعرض، يعني لازم تسنتر وتحدد المنتصف بتاعك عشان تبدأ تشتغل عليه. طبعا ضربنا خيط طول وعرض اهو، بعد كده هنحدد طبعا بيت النور المقاس بتاعه كام. احنا عرضنا من الحيطة من اربع زوايا 30 سنتي، يعني بنقيس من الحيطة كده لبره 30 سنتي وبناخد علامة اهو في الاربع تجناب، يعني الاربع زوايا بتقيس 30 سنتي وبتاخد ايه علامة 30 سنتي قصادها وبتاخد علامة. بعد كده توصل العلامات اللي انت معلمها ببعضيها، الطول مع الطول والعرض مع العرض. يبقى احنا كده حددنا بيت النور المسافة بتاعته كام. بعد كده هنحدد النزول بتاعنا، احنا علمنا على الحيط 13 سنتي وولينا عليها الليزر، هيدينا ميزان على الشغل كله. ده العلام اللي احنا علمناه 13 سنتي. بعد ما خلصنا طبعا حددنا العلام ده، هنحدد بيت الستاير، هنعمل بيت ستار على الشباك وبيت ستار على باب البلكونة. فاحنا حددنا من الحيط 23 سنتي من ناحيتين ورحنا داربين على المخيط. هنيجي بعد كده نص الشباك هناخده ميزان لفوق ونعرض منه متر يمين ومتر شمال، يبقى الستارة بقت معانا 2 متر اهو، خدنا متر يمين ومتر شمال من نص الشباك، بقت معانا ستارة 2 متر، والعرض بتاعها اللي هو الفارغ 23 سنتي، هيرد منهم سنتي يعني هيصفي على 22 سنتي. بعد طبعا ما حددنا بيت النور العرض بتاعه 30 سنتي لبره وضربنا خطان، حددنا النزول بتاعنا 13 سنتي، علمنا الستار بتاعتنا تمام. هنبدأ بعد كده ندق مرحلة الحديد على العلامات اللي احنا علمناها، دي زاوية بيت النور اللي هي بتاعت السقف، هتبدأ طبعا تخرم كل 20 سنتي تاخد مسمار. طبعا بعد ما خلصنا زاوية السقف نفس الكلام زاوية الحيطة، الحيطة لو عندك ضعيفة هتزود مسامير. ياريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد بإذن الله، وما تبخلش علينا بلايك للفيديو لو عجبك. طبعا اهو زي ما انت شايف بتخرم تخريم كل 20 سنتي وبتاخد مسمار. وتربط الشغل طبعا ما بتسيبش الزاوية غير لما تحس ان هي متينة، لو حتة ضعيفة هتزود لها مسامير. طبعا كده خلصنا احنا الزوايا بتاعتنا على العلامات اللي احنا علمناها، هنبدأ طبعا نركب الجايم من قدام اللي هو هشيل بيت النور. طبعا احنا معلمين 13 سنتي نزول، فاحنا عشان عندنا مطبات في السقف هنقطع على 16 سنتي، هنقطع على كام 16 سنتي 16 سنتي دي عشان خاطر نعرف نمسك الحتة مثلا نطلعوها
في حتة أماكن هتلاقيها مثلا 13، أماكن هتلاقيها 14، أماكن هتلاقيها 15، ده لعب في السقف. فاحنا الشغل كله هيبقى ميزان واحد، فاحنا ملناش دعوة طبعا، احنا هنحكم نفسنا بوزن معينة وهنمشي عليها، ملناش دعوة بالسقف. طبعا هتقيس على اللوح 16 سنتي عفوا وانت ماشي، علام فوق وعلام تحت، بعد كده بالمسطرة هتجب بالقطر وتروح لميمهم جنب بعض وتروح ممنجلهم من ناحية واحدة زي كده من ناحية واحدة، لأن الناحية التانية لسه هتتقطع فوق فمليهاش عايزة ايه المنجلة بتاعتها. طبعا أول ما بتبدأ بالستاير عشان خاطر تعرف تنشر من قدام وتشيل الزيادة بتاعتك قبل ما تركب المسافة التانية عليها، لأنها تبقى المسافة ضيقة مش هتعرف تتحكم فيها. بعد كده تركب الجوانب بتاعتك طبعا في باقي بيت النور زي ما انت شايف عادي خالص. والشباب واحد مثلا شغال ورانا ينشر الزيادة بتاعتنا، اه الزيادة اللي احنا قلنا عليها هينشرها بالمنشار ويمشي المنجفر عليها، هيبقى الشغل اللي بره ميزان على الشغل اللي على الحيط، يبقى كده بيت النور ميزان مفيش الهوا. اهو هتبدأ تشيل الزيادة بتاعتك وتركب الشغل طبعا زي ما انتوا شايفين. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد بإذن الله، وما تبخلش علينا بلايك. طبعا النظارة، بس احنا لابسين نظارة عشان خاطر التراب، لسه عامل عملية تصحيح نظر فالمفروض انا ما اتعرضش للتراب، والشغلانة طبعا فيها تراب كتير فاحنا لابسينها بس حماية مش اكتر. طبعا بعد كده الخطوة اللي احنا هنمشي عليها بعد ما ركبنا الجوائم وشيلنا الزيادة بتاعتنا، هنبدأ نركب الزاوية من تحت زي الزاوية بتاعت السقف عشان نسمر فيها الجبسون بورد. كده الشغل بيجي معانا ميزان بره وجوه على الحيط نفس الوزن. هنبدأ بعد كده نشد الزاوية من تحت دي داير ما يدور عشان نسمر فيها هي التسكير من تحت اللي هي البطنية. طبعا بتحاول تسمر الجنبين مع بعض، يعني الزاوية بتاخدهم تخلي فيه غلاقة تخش في الجنبين عشان يبقى الشغل مربط في بعضيه. ياريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد بإذن الله. طبعا بتسمر الزاوية كل 20 سنتي بتاخد مسمار. بعد كده هنخش طبعا ايه نقفل الشغل بتاعنا، هنقطع البطنية بتاعتنا ونقفل باقي ايه التسكين من تحت. طبعا التقفيل ان شاء الله احنا هنقطعه على 45 سنتي، هنقطع البلاطة اللي من تحت اللي هتتسكر بيها على 45 سنتي، واحنا معرضين فوق هناك على 30 سنتي. هتبدأ تعلم على اللوح كل 45 سنتي تاخد علام من فوق ومن تحت وتوصلهم بالمسطرة زي كده وتروح قاطعها. بعد كده تروح مستفهم على بعض وتروح ممشي عليهم المنجفرة عشان لو في مطبات فيهم من القطعية. تمشي من جنب واحد بس، الجنب التاني لسه هنضرب له خيط فوق على السقف لأن هنشيل منه الزيادة. طبعا ده الشغل بعد ما خلص الجوائم كلها وشدينا الحديد فوق وتحت. هنبدأ نسكر الزوايا، لازم نبدأ بيها الأول عشان بعد كده نخش على مرحلة الكهرباء بتاعتنا. كده احنا قفلنا الزوايا، هنبدأ بعد كده نمر الخرطوم بتاعنا وننزله على أقرب أبواب من وانت داخل الغرفة على طول عشان اللي داخل ينور من أقرب أبواب. تمشي خرطوم الكهرباء بعد كده هتبدأ تقفل الشغل بتاعك. طبعا احنا في الاول عرضنا من الحيط 30 سنتي، دلوقتي هنعرض من الحيط 43 سنتي. نفس الكلام اللي احنا عملناه في الاول، وفي كل زاوية هتاخد يمين وشمال 43 سنتي. وتروح موصل العلامات ببعضيها، الطول مع الطول والعرض مع العرض.
هتبدأ بعد كده تنشر الزيادة، طبعا دي عشان لو في مطبات في الحيطة متبقاش معانا في بيت النور. هتشيل الزيادة بتاعتك وتمشي عليها المنجفرة تبقى مفيش مطبات، تمشي المنجفرة لو في روايش ولا أي حاجة هتحس بيها أنت بتشيلها. وادي بيت الستارة ظهر معانا اللي على الشباك واللي على البلكونة. بعد كده هنعمل شوية معدون عشان نمعدن القايم اللي من فوق قبل ما نشد الزاوية بتاعت الإضاءة المخفية. طبعا العدنة ما تبقاش طرية يعني تبقى ماسكة نفسها زي كده. وتبدأ تمعدن القايم الأول بسكينة صغيرة علشان خاطر لما تقفل عليه مش هتقدر تشتغل. بعد كده هتركب الزاوية اللي هي بتاعت بيت النور من قدام، وتروح قطع الشرايح زي كده كل 5 سنتي وركبها عليه. بعد كده طبعا هنلصق الشاش بتاعنا على الفواصل بتاعتنا زي ما احنا متعودين. جميع الفواصل زي ما انت شايف هتاخد عليها شاش. وده الميتل طبعا للزوايا، بتقص الجنب بتاعك وبتركنه فوق لحد ما تجيب المعدون عشان يبقى ايه الشغل جاهز قدامك. بتقطعها وبتتنيها وتحطها فوق، اول ما تيجي تشتغل ايه روح جايبينها. طبعا بدأنا نخش في مرحلة المعدونة اهي اللي هي المرحلة الأخيرة. هتحط المعدونة على السوكة بتاعتك وتروح دايب الميتال اللي احنا قطعناه وتروح ملبسه تلبيس في الزاوية وتفرغ الهواء من تحتيه تماما عشان ما ينفخش. طبعا بتفرغ الهواء خالص عشان ما ينفخش. بعد كده طبعا ايه بتملي بالسكينة بتاعتك وتشطب الشغل على حسب تشطيبك. بعد كده احنا طبعا هنعمل المربعات او المستطيلات اللي هما موجودين معانا. طبعا احنا اول حاجة قسنا طول الجنب ما بين بيت النور وبيت النور، لقينا المسافات تقريبا موحدة 3 متر و10، فاحنا قلنا 3 متر و10 ناقص 120 هنخلي طول المستطيل 60 سم، يبقى 2 معانا ب120، يبقى اللي فاضل معانا من 3 متر و10 190 سم، نقسمهم على 3 فواصل هيدونا 63 سم. يبقى احنا قسنا 63 كده وروح واخدين علام، ونقيس 60 سم اللي هو طول المستطيل اللي احنا قلنا عليه، وبعد كده المسافات تبقى ايه موحدة معاك اهو. وضربنا خيط، خدنا الناحية التانية نقصادهم. احنا قسنا الاول 63 وبعد كده 60، وتروح ضرب خيط من ناحيتين عليهم هما الاتنين اهو. بعد كده هنقيس العرض العكس، لقينا المسافة 2 متر 70، هنقول ناقص 70 سم هنخلي عرض المستطيل 35، وهم مربعين مستطيلين فهيبقى 70 سم، يبقى كده قاعد معانا 2 × 3 = 66. فاحنا جربنا الفواصل بقت 63 و66، يعني في تقارب ما بين الاتنين عشان ما بقاش فيه اختلاف. نفس الكلام هتقيس مثلا 66 من الجبس او تقيسها من ناحيتين وتروح موصلهم ببعض عشان يدوك ايه المستطيلات. كده وضحوا معانا، ده رقم 1
اثنين ثلاثة، ده الرابع اهو بدأ يوضح معانا بالحديد. هتبدأ بعد كده تروح معلمهم ايه وتركب الحديد بتاعك زي بيت النور اللي احنا اشتغلنا عليه. المربعات دي كده او المستطيلات دي احنا خلينا المسافات يمين زي الشمال زي اللي في النص، زي يعني احنا وصلناهم بحيث يطلع متناسقين. المسافات لو قست على يمين المستطيل هتلاقيه 63، في النص 63 ما بين المستطيل والمستطيل، على الجناب برضو نفس النظام. هتبدأ تركب القوائم بتاعتك وتخلي القايم نفس الشغل اللي بره عشان يبقى الشغل كله ميزان. طبعا بعد كده هتنشر بالليزر بعد ما احنا نشرنا طبعا اهو باين العلام، وتركب الزاوية بتاعتك من تحت وتتأكد ان الزوايا قائمة يعني موزونة، لا توزنها لا تزويها بزاوية 90. ركبنا القايم وشلنا الزيادة بتاعتنا على الميزان، وبعد كده ركبنا الزاوية من تحت وحطينا السلك لكل مربع عشان خاطر رب الإنارة جاهزة بتاعته، وهنبدأ تروح مقفل بتاعه التسكير من تحت وتمعدن باقي الشغل، هيطلع معاك نفس الشكل إن شاء الله. ده الشغل بعد ما خلص، حاجة بسيطة وسيمبل. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تبخل علينا بلايك، ولو انت مش مشترك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله.